Dewan Hakim yang kami hormati, Qori'ah yang memiliki nomor peserta TQ251 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 261 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولا هم يحزنون
Wallahu ghaniyun halim. Ya كالذي ينفق ماله